قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه الوصية الجامعة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حوت وصايا كثيرة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله سبحانه وتعالى القرآن، من أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون دستورا لنا في هذه الحياة ومنهاجا نسير عليه في هذه الدنيا. فمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فعليه بهذا القرآن العظيم وبهذا الدستور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن عباده المؤمنين أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا قرآن، إننا سمعنا مناديا ينادي إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
والمراد بالمنادي هنا القرآن عند أكثر السلف، إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي القرآن. فالقرآن يدعو الناس كلهم، يدعو الخلق طرا، يدعو الدنيا بأسرها إلى أن يسيروا على منهج الله سبحانه وتعالى، ويدعوهم إلى الاستقامة على هذا القرآن، وألا يعرجوا عنه يمنة ولا يسرى. لقي عمر رضي الله عنه أحد أمرائه في صفرة من الأسفار، فقال له عمر رضي الله عنه: من خلفت على أهل مكة؟ قال: خلفت عليهم ابن أبي أبزة. فقال له عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبي أبزة؟ قال: مولى من موالينا. فتعجب عمر رضي الله عنه وقال له: أخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بالفرائض بالمواريث، وإنه حافظ لكتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع الله عز وجل الذين أوتوا العلم درجات. من عمل بهذا القرآن رفعه الله في الدنيا والآخرة، والرفعة لا تكون إلا لمن عمل بهذا القرآن واتبع القرآن الكريم وامتثل أوامر الله واجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في القبر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ معلوم أن الرجل يدفن في قبر وحده، ولكن لما كثر القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين في قبر واحد، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ يعني أحفظ للقرآن. فإذا أشير إلى أحدهما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد، يعني جعله أقرب إلى جهة القبلة احتفاء وتعظيما لحامل القرآن الكريم. يقول الإمام مالك رحمه الله: فتحت المدينة بالقرآن. فتحت المدينة بالقرآن، أي أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن، ولا أعلم مدينة فتحت بالقرآن إلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: فتحت المدينة بالقرآن. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير في الإسلام، أرسله إلى المدينة كي يعلم الناس ويقرئهم القرآن، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما قدم مصعب رضي الله عنه المدينة، جلس يعلم الناس ويقرئهم القرآن، جلس يعلم الناس ويقرئهم القرآن، وكان معه سعد بن زرارة رضي الله عنه. فقال له: يا مصعب، هذا سعد بن عبادة، هذا سعد بن عبادة سيد الخزرج، إن أسلم أسلم بإسلامه خلق لا يحصيهم إلا الله، فاصدق الله فيه. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه
فتلا عليه مصعب رضي الله عنه القرآن، فأسلم سعد في التو، ثم أسلم الخزرج على بقرة أبيه. ثم ما لبث مصعب رضي الله عنه حتى جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان سيد الأوس، فقال له سعد بن زرارة: يا مصعب، هذا سعد بن معاذ سيد الأوس، إن أسلم أسلم بإيمانه خلق لا يعدون ولا يحصيهم إلا الله. فلما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه تلا عليه مصعب رضي الله عنه القرآن، فأسلم سعد في التو. فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا دخله الإسلام، وكان فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قال الإمام مالك: فتحت المدينة بالقرآن. وهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه كان رجلا مشركا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير رضي الله عنه وكان مشركا: كاد قلبي يطير، يعني يزول من مكانه، لما سمع هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وكان هذا سبب إسلامه رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الفاروق، كان شديد العداء للإسلام، وكان يعذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم رضي الله عنه. جاء ذات مرة إلى أخته فسمع عندها صدرا من سورة طه، هذا عمر رضي الله عنه الجبار قبل إسلامه، سمع عند أخته بعد أن لطمها على خدها صدرا من سورة طه، فأسلم عمر رضي الله عنه في التو. كل هؤلاء أسلموا لما سمعوا كتاب الله سبحانه وتعالى يتلى عليهم. وهذا الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه كان سيدا مطاعا في دوس. أتعرفون قبيلة دوس؟ قبيلة من؟ أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل. الطفيل قدم مكة، هو يحكي رضي الله عنه قال: قدمت مكة فاجتمع بي أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الناس الآن: احذر من السلفيين، احذر من كذا، احذر من كذا، حتى ينفض الناس عن الدين الحق وعن السلفيين. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا، حتى حشوت أذني قطنا. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. وهذا يفيدنا يا إخوة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لك شيئا هيأك له. يعني هذا الطفيل بن عمر الدوسي يعني وضع في أذنه قطنا، ولكن الله أراد له الإيه؟ الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنا أستشعر أن الله سبحانه وتعالى ما جاء بنا هنا في هذا المسجد إلا ليغفر الله لك، والله الذي لا إله إلا هو، ما جاء الله عز وجل بك هنا إلا ليغفر الله لك، وهذه حفاوة من الله لك، اصطفاك الله سبحانه من بين خلقه وأتى بك إلى هذا المسجد. قد تركت الأهل والأولاد والفراش الهنيء والطعام اللذيذ والراحة وكذا، وجئت هنا لله سبحانه، والله ما أتى بك هنا إلا لكي يغفر لك، أراد بك الخير. فقال الطفيل رضي الله عنه: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. قال: فقمت قريبا منه. من الذي أقامه؟ الله سبحانه وتعالى، وإلا يعني كيف يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه التحذيرات؟ قال: فقمت قريبا منه
فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قائم يصلي، والطفيل رضي الله عنه جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فسمع بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو كتاب الله. قال: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي: إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقوله؟ فلما انصرف محمد صلى الله عليه وسلم تبعته وأخبرته ما قالت قريش، فأبى الله إلا أن يسمعني قولك. الطفيل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فسمعت قولا حسنا فعرض علي أمرك. فعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليه القرآن فأسلم في التوبة. هذا هو القرآن الذي فتح الله عز وجل به القلوب والبلاد. لذلك أيها الإخوة الفضلاء، لن نسعد أبدا إلا إذا عملنا بهذا القرآن وحولنا هذا القرآن إلى واقع عملي. لابد أن نأتسي بالقرآن الكريم، لابد أن نعمل بهذا الدستور، هذا المنهج الرباني الذي أنزله الله سبحانه للعمل به. لم ينزله الله سبحانه وتعالى للقراءة وفقط، بل أنزله لكي نتأدب بآداب القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم تجد كلاما أفصح ولا أبلغ ولا أجمع من قولها رضي الله عنها: كان رسول الله خلقه القرآن، كان رسول الله خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض يتأدب بآداب القرآن، يمتثل أوامر القرآن ويجتنب نواهي القرآن، ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. فانظر إلى هذا التعبير، إذا سئلت زوجتك عنك فماذا تقول؟ هل تقول كان خلقه القرآن؟ فعندما يكون الإنسان يعني قوي الديانة يعرف القريب والبعيد خلق هذا الرجل وأنه ملتزم بالقرآن الكريم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا العالم الرباني الإمام، يصف لنا الدواء ويصف لنا الداء، فيقول رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن. يحكي عبد الله بن مسعود هذا ولعله لم يره، يعني مات ابن مسعود سنة 32 من الهجرة فلم يدرك هذا النوع من الناس. قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يصل إلى الترقوة، يعني يصل إلى البلعوم بالكاد، إلى الحلقوم بالكاد، لا يصل إلى القلوب، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصف لنا الداء ويصف لنا الدواء. كثير منا يقرأ القرآن لا يصل القرآن إلى القلب، المعاني إذا وصلت في القلب فرسخت فيها نفعه القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: يمثل القرآن رجلا يوم القيامة، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره ونهيه. يؤتى بالرجل يوم القيامة قد حمله، آتاه الله القرآن، فخالف أمره ونهيه، فيمثل له خصما، والعياذ بالله. انظر يعني كيف يصبح القرآن خصما لك يوم القيامة، يعني هذا يعني عجب من العجب والله، أن يصبح القرآن خصما لك يوم القيامة. أنت تسيء معاملة زوجتك والله سبحانه وتعالى يقول: وعاشرهن بالمعروف، وأنت تعق والديك والله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني حق الوالدين بعد حق الله عز وجل، فيأتي القرآن يوم القيامة خصيما لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فشر حامل، تعدى حدودي وضيع فرائدي وركب معصيتي، والعياذ بالله.
قال: ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله فيمثل له خصما دونه. الأول إيه؟ خصيما له، والثاني خصما دونه، يعني يجادل عنه ويشفع لك يوم القيامة، فيقول: يا رب قد حملته إياي، فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائدي واجتنب معصيتي. انظر كيف يكون القرآن الكريم يعني مجادلا عنك يوم القيامة وشفيعا لك يوم القيامة، وانظر كيف يكون القرآن خصما لك يوم القيامة والعياذ بالله. فانظر أي الأمرين تختار. فالإنسان لن يسعد إلا بالعمل بهذا القرآن الكريم. في المثل المضروب عند العرب، جاء كلب أعزكم الله إلى سيد السباع. من هو سيد السباع؟ الأسد. فقال: يا سيد السباع غير اسمي، فإنه اسم قبيح. فقال له الأسد: لا يصلح لك غير هذا الاسم، إنك خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم. فقال الكلب للأسد: جربني. فأعطاه الأسد قطعة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى الغد. فأخذها الكلب، فلما جاء الكلب جعل ينظر إلى قطعة اللحم ويقول: أي شيء كلب، وأي شيء في الاسم الكلب، ما الكلب إلا اسم حسن. ثم أكل قطعة اللحم. انظر، ولهذا المعنى انتبه، شبه الله عز وجل حامل القرآن الذي لم ينتفع بعلمه بالكلب، فقال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتاه الله القرآن، علمه القرآن، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. لو عمل بهذا القرآن رفعه الله بك في الدنيا والآخرة، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب والعياذ بالله فيه خصيصة لا توجد في غيره من الدواب، إن تركته يلهث، وإن حملت عليه يعني جريت وراءه يلهث. فالكلب والعياذ بالله يلهث في جميع الأحوال، سواء أكان مستراحا أم متعبا، وهذه الخصيصة لا توجد إلا في الكلب. كذلك الذي لم ينتفع بعلمه مثله كمثل الكلب، يلهث دائما على شهوات الدنيا والعياذ بالله. وأيضا شبه الله سبحانه الذي لم ينتفع بعلمه بالحمار أعزكم الله، فقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني هذا الحمار يحمل كتبا على ظهره لكنه لم ينتفع بها. وهذا ليس ذما للحمار، ولكنه ذم لمن يتشبه بالحمار، من تحمل علما وقرأ القرآن وعلم ولكنه لم يعمل بهذا العلم. فالإنسان لا يسعد في هذه الدنيا إلا إذا عمل بهذا القرآن، والقرآن نزل للعمل به، وما التلاوة وما القراءة وما الحفظ إلا وسيلة للعمل بهذا القرآن العظيم. فلا بد أن تمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعجب عندما يعني يجد أحدا من المسلمين يعني مثلا يودع أمواله في البنوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو يعني يأكل الربا وهو يقرأ كلام الله عز وجل ليل نهار، يقرأ قول الله عز وجل في أطول سورة من القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكيف بالإنسان الذي يقرأ القرآن، بلها من يحفظ القرآن وهو يودع أمواله في البنوك، ويعامل والديه معاملة سيئة، ويعامل زوجته ويسيء معاشرته لها، وغير ذلك من الأخلاق التي حثنا عليها القرآن الكريم. فهذا القرآن يعني بين أيدينا، لم يرفع بعده، لم يرفعه الله عز وجل، سيأتي على هذا القرآن زمان يرفعه الله عز وجل من المصاحف ومن بين أيدينا، فلا نجد آية واحدة في كتاب الله. يصبح الناس
فينظرون في كتاب الله، فإذا كتاب الله عز وجل قد رفعه الله إلى السماء، فالآن كتاب الله بين أيدينا ونحن مستعتبون في هذه الدنيا، فيعني نختار أن نعمل بهذا القرآن حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. فلابد هذه الدنيا تحتاج إلى مجاهدة عظيمة، تحتاج إلى مجاهدة، الامتثال لأوامر الله يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج الإنسان أن يسأل عون من الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم والمسلمين من نزغات الشيطان ومن مضلات الفتن، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.